ومن يشتري صفته فهو يسمع فهذه عدها أربع في أربع ومن يشتري التقصي ليس يجمع وكم له من صفات ذاك الحمام وكم له من صفات ذاك الحمام فأولها حسين الطبع حالي يتكلم وهو يضحك كالهلالي وخده ورد يشرح كل بالي ولا يوجد شبيه ذاك الحمام ولا يوجد شبيه ذاك الحمام وغصره غصن من جنة رضوان وصدره بالفواكه قلت بستان وفيها الليم مغروسة ورمان رعوبه أزهرت ذاك الحمامي وعمقه كاس من فضه منظم وأوجان شبيه البدر انتم وريقه خمر حالي داخل الفم ويذكر من طعم ريق الحمام ويذكر من طعم ريق الحمام وفيه الخال معلومه على الخد ومن شافه فقلبه قل يوقد وما احلى حج يقعد ثم يمتد وينشر حلة ذاك الحمام وينشر حلة ذاك الحمام وأنفه مثل ما السيف اليماني وله الحظ تقدر كاللساني ومن كذب طرح بندق وثاني ونطرح بندقين في ذا الحمام ولا